يا ورك الله قال قلت له هاي وضع محطة الناحية ترى كسروها كلها على بكرة تبيها محطة الناحية تم التفليش بالكامل. هاي محطة الناحية وهذا مراقب وجدي تم التدريم التدمير بالكامل. هاي السباليت هذا سبليت 5 طن هذا سبليت 5 طن هاي الغراض غراض المحطة هذا سبلت 5 طن تم التفليش بالكامل. هذا وضع محطة الناحية خريب تخريب. يصير هذا الوضع يعجبكم هذا الوضع؟ هاي محطة الناحية الثانوية بن منصور قضاء الإمام الصادق. التفليش تخريب سبلة 5 طن كسروا هاي الميز.